احنا معانا على الهاتف دكتور سيد خليفة نقيب الزراعين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور. الحقيقة يعني الدولة بتسعى لزراعة 4 مليون فدان، هذا الرقم يعني مليارات، يعني طبتين ترع، يعني محطات تحلية مياه، يعني معالجة صرف زراعي، يعني محطات رفع، يعني مجهودات لشركات. بعد فترة طويلة من تهميش أو عدم الاهتمام بالحياة الزراعية عصب الاقتصاد المصري، كيف ترى هذه المجهودات الآن؟ خلينا أقول لحضرتك في البداية كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أهالينا بخير بمناسبة عيد الميلاد. عايز أقول لحضرتك أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى قطاع الزراعة اهتمام كبير وإرادة سياسية قوية جدا لتطوير هذا القطاع. لم يحدث في تاريخ الزراعة المصرية أن شهدنا يعني مثل هذه المشروعات الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية زي خلال الست سنوات الماضية. احنا النهاردة في مشروع توشكا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة لهذا المشروع. هذا المشروع بدأ في يناير 97، ويعني في تحديات كثيرة واجهت هذا المشروع، كلنا الخلفية الذهنية عننا وإن المشروع ده لم يؤتي ثمار، ولكن الإرادة السياسية للسيد الرئيس دققوا الدراسات وأصبح دلوقتي توشكا الخير مستهدف 1 مليون فدان في هذه المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة، الري المتطور، الري الرشيد. فالسيد الرئيس أعاد الحياة لهذا المشروع الكبير جدا، لأن ده جزء كل هذه المشروعات الزراعية سواء الدلتا الجديدة أو توشكا الجديدة أو مشروعات التنمية في سيناء، كلها الهدف منها توفير الأمن الغذائي للشعب المصري، لأن هو ده الأمن القومي. الحقيقة الدولة مش بس مهتمة بالزراعة ويعني وإعادة الاهتمام بفكرة الأمن القومي، مرتبط الأمن القومي المصري واقتصاد مصر مرتبط بالزراعة، لكن أيضا هي الدولة مهتمة بالفلاح وتحسين أوضاع الفلاح ودعم الفلاح. يعني بنشوف حالة من الدعم ما كانتش متوفرة قبل كده. ده صحيح، لأن الفلاح المصري على مدى تاريخه هو فلاح وطني يقوم بزراعة أرضه، وبالتالي اهتمام الدولة والسيد الرئيس بالفلاح وقضايا الفلاح، حتى يمكن احنا تابعنا من فترة ان السيد الرئيس أدمج أهالينا الفلاحين في حياة كريمة، وبالتالي حتى يعني الدعم المادي بالنسبة لهم أو يكون ليهم يعني ضمان اجتماعي، يكون ليهم معاش، بجانب طبعا الدعم اللي بتوليه الدولة لهذا القطاع الحيوي جدا قطاع الزراعة. كل دي مؤشرات كلنا شايفينها على الأرض، وأهلينا الفلاحين يعني حاسين تماما بيها. إنما النهاردة المشروع، ويمكن احنا سمعنا النهاردة يعني كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنا بنقول إن الدلتا الجديدة وتوشكا الجديدة ده عبارة عن سد عالي جديد. السد العالي قبل إنشاؤه في أوائل الستينات كان الأرض الزراعية في مصر كلها الري الحياض، ما كانش فيه قنوات ري، ما كانش فيه، كان كلها بتعتمد على ري الحياض. لما اتعمل السد العالي اصبحت مساحه الارض الزراعيه حوالي 2 مليون فدان اللي هو وفرها بناء السد العالي. النهارده لما نتكلم على الدلتا الجديده 2 مليون فدان او اكثر، يعني معناه سد عالي جديد. النهارده توشكا 1 مليون فدان، معناه سد عالي جديد. وهو الرئيس النهارده اتكلم وقال 3 مشاريع، يعني كل واحد منهم يعد كانه سد عالي جديد لو قياسا بالزمن، سواء من ناحية المادية أو من ناحية التطور التكنولوجي والمعدات. يعني لو قارنا هنلاقي أنه كل مشروع منهم يعد سد عالي جديد. ده صحيح، ده حقيقي، ولكن ما تقدريش أو ما نقدرش حضرتك أن احنا كل هذه المشروعات وتوفيرها لفرص العمل، لأن بعد اجتماعي كبير جدا اللي هو توفير فرص العمل لأهالينا في الصعيد، وخصوصا أن مشروع توشكا تقريبا 80% من الصعيد، من العاملين في الصعيد، وبالتالي دايما كان محافظات الصعيد هي محافظات طاردة للسكان هجرة داخلية، وبالتالي نتيجة كان عدم وجود مشروعات عندهم. النهاردة لما يبقى عندهم في الصعيد مثل هذه المشروعات بتوفر لهم فرص عمل، بتوفر لهم استقرار في مدينة توشكا الجديدة، فيها وحدات سكنية، فيها
الخدمات الرئيسيه، تعليم، صحه الى اخره، وبالتالي ده نوع من الاستقرار، من نوع من الاستقرار وجذب، يعني ان ما تبقاش الكثافه السكانيه موجوده في محافظات اكتر، يعني تبقى كثافه شديده في بعض المحافظات، في اراضي جديده يعني هتبقى مليانه بالخير تقدر انها تكون جاذبه لعدد كبير من الاسر. والرئيس النهارده كان بيتكلم عن تصوره لعدد الاسر اللي ممكن تكون موجوده في مشاريع زي دي. ده صحيح، لان هدف المشروعات لاصلاح الاراضي وزياده الرقعه الزراعيه بجانب الهدف الاسمى المهم جدا اللي هو توفير الامن الغذائي، هو برضو ايضا اعاده توزيع السكان على كامل المناطق الجغرافيه في مصر. بدل ما احنا قاعدين على 5-6% مستهدف ان احنا نوصل الى 20-25% على كامل المساحه الجغرافيه لمصر، وده بعد مهم جدا جدا، بدل التكدس 6% كلنا عايشين عليهم، لا يبقى عندنا 20% 25%، وده اللي بتعمله المشروعات القومية الزراعية اللي هي مشروعات التوسع الزراعي في كل المناطق في مصر. أنا بشكر حضرتك دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين على هذه المداخلة الكريمة.